صعب وحزين على الكرة المصرية، وخصوصا الهزيمة القاسية اللي تعرض لها منتخبنا الوطني للشباب من منتخب السنغال، وتعادل الأهلي مع سان داونز في بطولة أفريقيا. ولكن الحكاية لسه ما انتهتش ولسه بدري، طول ما الأمل موجود احنا مكملين. مساء الخير واهلا بيكم، اهلا بكل اللي بيتفرجوا علينا من كل حتة في حلقة جديدة من برنامج الحريفة. اهلا بك يا هنود. اهلا بك يا أميرة، واهلا بكل اللي بيتفرجوا علينا من كل مكان. والحقيقة اللي حصل امبارح مع منتخب مصر للشباب ده نتيجة لحاجات كتير غلط في منظومة كرة القدم المصرية، إداريات، فنيات، حاجات تانية كتير جدا. عشان كده لازم يكون في رغبة حقيقية وخطة للتصحيح الفترة اللي جاية إن شاء الله. أما الأهلي فلسه قدامنا فرصة، يمكن المهمة بقت أصعب، ولكن أكيد هنمسك في الفرصة بإيدينا وسناننا. خلونا نبدأ حلقتنا، معانا النهاردة أخبار كتير جدا، تعالوا نروح نشوف معانا إيه النهاردة في السريع.